وجد أبناء الولاية فرص التعليم سانحة أمامهم بفضل تشييد 6 مدارس، منها مدرستان للبنين والبنات في محضة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومدرسة في الجويف وأخرى في الخطوة، واثنتان أخريان في وادي الحيول وفي الشيار. وفي مدرسة يزيد ابن المهلب الإعدادية بنين يتلقى الطلاب مختلف العلوم النظرية والتطبيقية. ونبدأ نعيد الجزء من تاني. يبقى دي الأمانة، أمانتك عندنا. خلاص؟ المعلم ضمير والتلميذ أمانة. يبقى الاثنين مكتملين مع بعض. الميزان بتاعتي عاوز 10 جرام 20 جرام. طلعت الميزان اللي هو بنسميه اللي هو الميزان الحساس. ودائما اللجوع عند الجماعة بتوعي يا أولاد الدهن. برضك تقدير وزن. بينما تتلقى الطالبات في مدرسة زينب بنت خزيمة الإعدادية منهجا تعليميا متطورا يلبي روح العصر ويحافظ على تقاليد المجتمع الأصيلة.